العالم بأسره، وكذلك كوريا إخواني. فكما ترون أضع الكمامة إخواني، لأن الأمر صراحة يعني ليس بالأمر يعني البسيط، ولهذا يجب وضع الكمامة إخواني. فكما ترون اليوم السوق إخواني ليس هناك الكثير من الناس ومن الزبائن ومن التجار الذين كانوا يقومون بزيارة المكان لشراء السيارات. فصار يعني على الحين هناك يعني ليس الكثير من الشحن إخواني، لأن نظرا كما تعرفون فهناك يعني الكثير من التجار يعني لا يقوموا بالقدوم عفوا إلى كوريا أو بالشحن إلى آخره. فكما ترون إخواني فالسوق فارغ تماما، يوجد فقط القليل من يعني من الإخوان. صراحة السوق فارغ إخواني، والكمامة ضرورية الكمامة إخواني، لأنها صراحة تقي من الوقاية خير من العلاج. فسوف نقوم بجولة في السوق وسوف أريكم كيف هي أحوال السوق إخواني في ذي الأجواء التي يجتاح العالم من خلال فيروس كورونا إخواني. فحاليا كما قلت لكم سوف نقوم بهذه الجولة، ولكن فقط لكي تعلموا أن حاليا في كوريا لم ينتهي الأمر، ولكن في هذه الحالة فأظن أن كوريا قامت بمحاصرة هذا الفيروس تقريبا حوالي 80%، ولكن لم ينتهي الأمر ولهذا لازال هناك يعني تطبيقات صارمة من ناحية الخروج. يمكن أي شخص الخروج، ولكن لابد من وضع الكمامة، وفقط الشخص لابد أن يقوم باتخاذ الحيطة والحذر إخواني صراحة. فسوف نقوم بجولتنا وسوف أريكم السوق فارغ إخواني فارغ. فهنا توجد سيارات ستاركس إخواني، ولكن جميع المكاتب اليوم فهو يوم السبت صراحة، ولكن لا أدري يعني قبل كان يوم السبت كان من أحسن الأيام في السوق. كان يوم السبت كانوا بيشتغلوا يا إخواني صراحة، كل المكاتب كلها تشتغل، وكان في يعني ناس كثير صراحة تدخل إلى السوق وتقوم بالشراء وتتفقد السيارات. فترون يوجد فقط القليل صراحة، قليل جدا لم يكن بهذا الشيء. كان السوق يعني مكتظ بالتجار وبالسيارات. فاليوم استغربت صراحة، يعني أغلبهم يعني أغلب المكاتب مقفلة. يعني هذا دليل إخواني على أن يعني هناك أزمة. كما ترون السيارات موجودة بكثرة، سيارات موجودة بكثرة، ولكن ليس هناك تجار سيقوم بشراء السيارات. صراحة نطلب من الله السلام والعافية لكي ترجع الأمور إلى كما كانت من قبل صراحة. فكان يوم السبت من أحسن الأيام في السوق، كانت تجارة، كنت ترى يعني الكثير من يعني الشاحنات تقوم بشحن السيارات، بحيث أن الآن يعني السوق مغلق تماما، فقط بعض المكاتب صراحة، بعض المكاتب الذين يشتغلون اليوم قليل جدا. سبحان الله، نطلب من الله السلام والعافية لترجع الأمور إلى مصالحها، نطلب الشفاء العاجل لجميع الدول بإذن الله. فهذه هي الأحوال إخواني كما ترون. سبحان الله،
بشكل مستغرب صراحة، والله العظيم مستغرب، لأنه حتى أنا صراحة لم أقم بالقدوم إلى السوق نظرا يعني للأيام السابقة، كان لابد من أخذ الحجر الصحي. يعني الدولة لم تقم ب يعني ب كما نقول بفرض حجر صحي على الناس، ولكن لابد أن تفرضه على نفسك لكي تقوم بالوقاية من هذا الوباء يا إخواني. فتقريبا يعني الناس ليست محتاجة لكي تقوم الدولة بإرسال الشرطة إلى الخارج أو إلى فأنت حر، يمكنك الخروج، يمكنك الذهاب إلى أي مكان تريد، ولكن فأنت تختار. فإذا قمت بالاختلاط سوف تقوم لا قدر الله يعني بالتواصل مع شخص مصاب أو شيء. فلابد في مثل هذه الآونة يا إخواني الشخص لابد أن يقوم بالحيطة والحذر، ويقوم ب يعني الوقاية. فأخذت قسط من الراحة صراحة، فهنا يتم تقطيع الشاحنات إخواني، هنا يتم تقطيع الشاحنات. إرسالها إلى أظن إلى سوريا، لأن سوريا لا يدخلها إلا الشاحنة المقطعة. كما ترون أجواء مملة صراحة يا إخواني. فكما رأيتم إخواني فكان هذا هو فيديو اليوم فقط لكي أريكم ماذا يقع وماذا يعني يحصل في خدم هذه يعني الأزمة التي تحل بالعالم إخواني من خلال هذا الفيروس، فيروس كورونا. فكما ترون فالسوق فارغ تماما إخواني، المكاتب مقفلة حاليا، وكما سبق للذكر إخواني فاليوم يوم السبت لم يكن بهذا الشكل. فأنا الصراحة جد مستغرب، والله العظيم جد مستغرب، لأنه كان يوم السبت كان من أحسن الأيام تقريبا في الأسبوع، كان الكل بيشتغل صراحة. فكما رأيتم إخواني فكان كل هذا ما في اليوم. فلا تبخلوا علينا إخواني بالضغط على زر الاشتراك في القناة والإعجاب لكي تحصلوا على مزيد من الفيديوهات ولدعم القناة. شكرا لكم إخواني، والسلام عليكم.